حميتي يقول إن هناك مجموعات معروفة تسعى لتدمير الاقتصاد، ويتهم الخرطوم بأنها سبب دمار البلاد. 70 قتيلاً وعشرات الجرحى بهجوم مسلح على منطقة مسيرتي غرب دارفور، والأمم المتحدة تقول إنها تلقت بلاغات قبل الهجوم. حكومة قحط تواصل الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين، والحلو يطالب بإلغاء كافة القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية. نشرة الأخبار من قناة طيبة، أهلا بكم. حذر النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني محمد حمدان دجلو حميتي من مجموعات لم يسمها تسعى لتدمير السودان، كما كشف عن إجراءات غير قانونية في مجال إنتاج الذهب من قبل الشركات. أنا عندي الذهب، مش أجي كمان تاني تضايقني. شغل ده نحن الآن شغالين في ثلاثة حاجات، لكن لو تبقى طبعا ممكن ما تبقى برضو. عندنا المحفظة والبورصة والنافذة الموحدة. نافذة دي قعدتنا دي، كل الناس دي اللي قاعدين في ألقينا، ناس اتحاد أصحاب العمل عندهم برج صحيح ما استلموا بطريقة رسمية وعندهم فيه بعض الحاجات، لكن ده ممكن مهيأ بكل شيء، يكونوا الناس دي كلهم موجودين. الأخوان ما قصروا، ناس صلاح دي مع ناس الاتصالات قاعدين يعملوهم الربط. كل الناس اي ذول، انا قاعد هنا وده قاعد هنا، يكمل من بتاع الجمارك يجي بتاع التجاره يكمل بتاع العالم. شغال كده، امشي العالم البره نص ساعه بتجيك رخصتك او 20 دقيقه بتجيك رخصتك. اشار حميتي خلال فعاليه تصدير اولى شحنه الذهب السوداني ان هناك مجموعات تعمل على شراء الذهب وتهريبه من الخارج، مدعيا ان سبب دمار البلاد من داخل الخرطوم. شغل ده الآن ماشي، ده شغل بتاع مصالح يا أخوانا، شغل بتاع لوبيات، نفس الشغل القديم، ما تغير أي شيء، نفس الشغل القديم. والكلام ده يا أخوانا احنا بنثبته، ما بنتكلم كلام ساكت. نفس الناس اللي بيشتروا الذهب القديمين، نفس الناس اللي بيصدروا القديمين، نفس الناس اللي مصوا دم البلد دي، نفس هم شغالين بس بتلونوا. جات الثورة هو بتلون مع الثورة، جاءت عمر البشير بيتلوم مع عمر البشير، بكره جزل تاني بيتلوم معه حسب الموجه، هو بيمشي حسب الموجه. ولا ما في ذول، ما في يا اخواننا. الساكت عن الحق شيطان اخرس، لا يمكن نسكت عن الحق. سكتنا كثير، ما ممكن نسكت اكثر من كده. شغل ده دمار البلد دي من داخل الخرطوم دي، وناس معروفين لا داير لهم لف ولا داير لهم دوران. عسى عبد المنعم ده ينقام يقولهم واحد واثنين وثلاثة، تبيدي ذاك ينقام يقولهم واحد واثنين وثلاثة، كلكم عارفينه. أضاف حميتي أن البلاد غنية بالذهب إلا أنها تستغله بشكل الصحيح، مؤكدا أن هناك دولا وبنوك لديها احتياطي بذهب السودان. ذهب ذول عندك ذهب تمش تشحد؟ هنا والله شغلنا ده غضب، ما عارفين شغلنا ده شنو. أسي الذهب ده أن إحنا قلنا تشتري بنك السودان ده بنفس السعر، ما قبل الكلام ده قلناه، قلنا سعر العالمي. أتقفلت به البورصة أن إحنا نشتري به، أتقفلت بالبورصة إحنا نشتري به، ما عندنا قروش. أن إحنا البنك السودان ده يكون عنده احتياطي. الناس الآن عندها احتياطي بذهبنا، في بنوك عندها احتياطي بحقنا، ما لون إحنا قد عملنا احتياطي خسارة علينا، ما بنستاهل الاحتياطي. الحصيلة هسي بقول لك، الحصيلة ما لاقي ذول يشتريها. ليه الحصيلة ما لاقي ذول يشتريها؟ الليلة الوزيرة دي محتاجة للمليون دولار في قعدتها دي، هسي محتاجة للمليون دولار، ما للحصيلة، لكن ما في ذول دار يشتريها. هذا ودعا حميتي إلى ضرورة منح العاملين في قطاع الذهب رواتب مجزية، مطالبا بكشف وفصل المهربين والعاملين في تهريب وبيع الذهب بشكل غير قانوني. الرسول قال لا أمانة لمحتاج. زول يا حق مساق يطلع برا بقيف مع صلاة ما عنده، وانت بتسلمه ذهب أحمر وما بتدي، تقول لي يا أخي مرتب العادي ده كان سرق حلال عليه.
حلال علي والله. ده مفروض يكون مقيم، مفروض يكون يعني ياخذ مرتبات مجزية، مفروض يكون ياخذ حوافز، اشتغل 24 ساعة ياخذ حوافز تدريبه في وقته. يا اخوانا لو دارين نمشي لقدام ها ونمرق البلد دي، ما كلام، الكلام ما بيحل لنا، بيحل لنا الفعل. ما دارين فعل، كلام خلاص كمل، ما دارين كلام، دارين فعل. فعل ما في، المافيا لازم نواجهها مع بعض. انتوا الاعلاميين ديل، انتوا الاعلاميين ديل لازم تكشفوا الناس ديل. في السياق ذاته اطلقت السلطات السويسرية تحقيقا رسميا بشان تهريب الذهب من السودان عبر دولة الامارات. وكشف التحقيق شراء شركات إماراتية للذهب من بنك السودان المركزي الذي حصل عليه من جماعات مسلحة تسيطر على مناجم في دارفور. تقرير التالي والتفاصيل. مجددا يعود اسم الإمارات إلى الواجهة ليرتبط هذه المرة بتحقيق رسمي فتحته السلطات السويسرية حول خفايا نهب ذهب من مناطق صراع في إفريقيا بعد تهريبه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في نتائج التحقيق وفقا للمجهر الأوروبي أن إمارة دبي تعد بوابة لنقل الذهب من مناطق النزاع في إفريقيا لترسله إلى مصاف التكرير السويسرية. وأظهر التحقيق أن المصادر الحقيقية لغالبية هذه الكميات من الذهب المناجم الحرفية الإفريقية في مناطق منكوبة بالصراعات مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة دارفور غرب السودان. كما أظهر التحقيق أن شركات إماراتية لا ترتبط بعلاقات مباشرة مع المصافي السويسرية تقوم بمعالجة الذهب، الأمر الذي يجعل تتبع مصدره أمرا مستحيلا. وتخضع شركات سويسرية لتكرير الذهب على رأسها شركة فالكامبي للتدقيق بسبب الأضرار والمخاطر المرتفعة الناجمة عن تهريب كميات الذهب المستخرج في أفريقيا والداخل إلى سلسلة توريد هذه المصافي. ونشرت منظمتان غير حكوميتان تقريرين متوازيين يتناول أحدهما تحت عنوان المنعطف الذهبي الذي نشرته منظمة سويس إيد ومقرها في بيرن تجارة الذهب في دولة الإمارات، مع التركيز على مصفي وتاجر الذهب كالوتي الذي يقع مقره في دبي وعلاقاته بشركة فالكامبي لتكرير المعادن الثمينة التي يقع مقرها في كانتون تيتشينو. تحقيق آخر أجرته منظمة جلوبال ويتنس يتفق مع استنتاج منظمة سويس إيد باحتمال حصول كالوتي على ذهب سوداني مرتبط بالصراع وانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور بين عامي 2012 و2019. وبحسب ما ورد في التحقيق قامت كالوتي بشراء الذهب من بنك السودان المركزي الذي حصل عليه من جماعات مسلحة تسيطر على مناجم الذهب في دارفور في إشارة إلى قوات الدعم السريع وميليشيات أخرى. وخلص التقرير إلى أن غياب سوق منظمة لتجارة الذهب في غالبية الدول الإفريقية يتم فيها تداول المعدن الأصفر بشفافية ووضوح وبالسعر العادل أدى إلى تفضل المنقبين للتهريب ونقله إلى سويسرا ودول أوروبية أخرى عبر بوابة إمارة دبي. وصدرت الإمارات خلال عام 2019 قرابة 150 طنا من الذهب إلى دول جبال الألب تجاوزت قيمتها 7 مليارات دولار. ووفقا لتقرير وزارة المعادن السودانية فإنما نسبته 70% من إنتاج الذهب في السودان يهرب إلى الخارج بشكل غير قانوني، وهو ما أثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي تعتمد على الذهب بنسبة 37%. بينما توثق تقارير رسمية قيام قوات الدعم السريع بالتصرف في ثروات البلاد، يخرج نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو معلنا أنه لا يمكن السكوت عن الفساد وعمليات التهريب في مفارقة تبعث على السؤال إلى متى تظل ثروات السودان بدون رقيب. قتل 70 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين في أحداث وحدة مستر الإدارية
التي تبعد 40 كيلومتر جنوب مدينة الجنينة عاصمة غرب ولاية دارفور. أوضحت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور في بيان لها إن منطقة مستري تعرضت صباح يوم السبت إلى هجوم من قبل ميليشيات مسلحة استمر لمدة 7 ساعات وخلف العديد من القتلى والجرحى. من جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الهجوم هو إحدى الحلقات في سلسلة حوادث أمنية جرى الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي، أسفر عن حرق عدة قرى ومنازل ونهب أسواق ومتاجر وخلفت أضرارا بالبنية التحتية، ولم تعقب الحكومة على الحادث. نشب يوم أمس نزاع جديد مسلح بين المزارعين والرعاة بمنطقة الجرف بمحيط جبل عامر التابعة لمحلية الشريف بولاية شمال دارفور. وقالت مصادر محلية إن النزاع أدى لمقتل 3 أشخاص بينهم امرأة بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وقال قائد المنطقة العسكرية الغربية لواء الركن مالك الطيب خوجلي في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن النزاع الذي وقع في محيط جبل عامر يمثل امتدادا للخلافات القديمة بين قبيلتي البني حسين والمهارية. وأكد خوجلي أن القوات المتواجدة بالمنطقة قد تدخلت فورا وتمكنت من الفصل بين الجانبين والسيطرة على الموقف. التقرير التالي يسلط الضوء على الأحداث في دارفور، نتابع. أحداث دامية شهدتها مؤخرا عدة مناطق بولايات دارفور، ذلك الإقليم الذي مر بعدة أزمات متتالية. فبعد ثورة ديسمبر اندلعت نزاعات قبلية كانت بدايتها في غرب دارفور في مدينة الجنينة في يناير 2020، تسببت بها نزاعات تفاقمت وخلفت عشرات القتلى والجرحى. أدت الأحداث لنزوح المواطنين وتشريد الكثير منهم، وكشفت ضعف الوضع الأمني في تلك المناطق، مما جعل الحكومة الانتقالية تطلق الوعود تلو الوعود بعودة الحياة لطبيعتها دون إكمالها لملف السلام الذي يعتبر من استحقاقات ومتطلبات الثورة. في ظل ذلك برزت مطالب في منطقة نيرتتي وفاتبرنو وكتوم، وذلك من خلال الاعتصامات التي نظمها أهالي تلك المناطق مطالبين الحكومة الانتقالية بحماية المزارعين والماشية من النهب وقتل الميليشيات. فنشب مجددا نزاع مسلح بين المزارعين والرعاة بمنطقة الجرف محيط جبل عامر التابع لمحلية السريف بولاية شمال دارفور، وقتل 60 شخصا وجرح أكثر من 50 آخرين في أحداث وحدة مستري الإدارية بغرب دارفور، مما اضطر حكومة ولاية غرب دارفور لإعلان حالة الطوارئ وإعلان الإغلاق الكامل لمدينة الجنينة والبيضة. وفي خطوة تصعيدية لمواجهة التوترات في بعض الولايات، قرر مجلس الأمن والدفاع استخدام القوة واعتماد إرسال قوات في المركز لجميع مواقع الأحداث بالولايات. تطورات تأتي في ظل سلام هش في الإقليم على وقع تفاوض لم يحقق بعد مساره لإعادة الاستقرار والسلام المنشود. للحديث أكثر حول هذا الموضوع رحب بضيفي عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ عباس محمد صالح. سيد عباس، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بكم رقيبة، حياكم الله. سيد عباس، من المسؤول عن تلك الجرائم في دارفور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاستضافة. أعتقد أن المسؤول عن هذه الدماء وهذه الجرائم التي ترتكب في حق الأبرياء هم المسؤولون أو من يتولون السلطة، سواء كان على مستوى الحكومة الفدرالية في الخرطوم أو على مستوى حكومات الولايات أو حتى على المستويات الأدنى التي يفترض بها في أي بلد يكون فيه أحد أدنى من السلطة وأجهزتها لتوفير الأمن وفرض الأمن والنظام، وبالتالي حماية الأبرياء والضحايا الذين يقعون في مثل هذه الصراعات، خاصة عندما تغيب السلطة أو تضعف كما يحصل الآن في دارفور يعني. وبالتالي اعتقد ان المسؤوليه مركبه، اضف الى ذلك هنالك في دارفور كما نعلم من 2013 يوجد بعثه امميه تتولى او باسم حمايه الابرياء، يفترض ان ايضا تساهم او تتحمل المسؤوليه بشكل كبير في توفير الامن واستعاده الامن والنظام في هذه المنطقه وهذه البقعه من البلاد. اذا ما تحدثنا عن الدلالات في استمرار عمليات القتل تجاه ابناء دارفور، ما هي هذه الدلالات؟ الدلالات أن المنطقة دارفور تعود الآن إلى المربع الأول حيث بداية النزاع في 2013،
ونعلم ان قبل ان تحصل او قبل ان تتحول النزاعات من مستوى محلي من نزاعات بين المجتمعات المحليه الى نزاعات بين مجموعات متمرده والسلطه المركزيه. الان تماما يعاد انتاج هذا المشهد من جديد، ولكن الان في ظل مواقعات جديده واخرى في الساحه. كما نعلم دارفور الان تعود الى بدايه الصراع بحكم ان التغيرات التي حصلت على مستوى الحكومه الفدراليه، فخرطوم قد الغت بظلال سالبه على حاله الامن والاستقرار، وقد انعكست بشكل سالب في توازن القوى المحليه، وبالتالي التغير على مستوى السلطه المركزيه انعكس بشكل سالب على مستويات الاداء السلطوي التعليم خاصه في ولايه دارفور. وكما نعلم السودان تاريخيا هنالك كلما ابتعدت عن المركز كلما قارت السلطه والنظام. وبالتالي استاذ عباس، كان هناك يعني الحديث عن انتشار القوات المسلحه وكذلك ايضا الاجهزه الامنيه لمنع التظاهرات، يعني اين القوات المسلحه والاجهزه الامنيه المنوط بها لحمايه المواطن السوداني؟ طبعا بحكم الدستور وبحكم وظيفه الاجهزه الامنيه والقوات النظاميه، فان توفير الامن وحفظ الامن والاستقرار يعتبر من اوجب واجبات هذه التشكيلات. ولكن كما نعلم وكما اشرت في حديثي بان التغيرات التي حصلت في السلطه عقب الاسقاط البشير قبل عام ونصف، وقد اتى بمنظومه او نظام جديد، هذا النظام مكوناته تتصارع على السلطه، وبالتالي انعكس هذا الصراع على اداء الاجهزه الامنيه. كما نعلم الاجهزه الامنيه في السودان لم تخلو يوم من الايام من المثالي والسلبيات، ولكن على علاته حافظ على حد ادنى من التوازن القوي، وحافظ على حد ادنى من توفير الامن والاستقرار. حتى في دارفور وفي اوج الازمه او الصراع كان هنالك قدر من القوات النظاميه تستطيع ان تحفظ الامن والنظام، تستطيع ان تستعيد الامن وتتدخل. وكوننا في حادثه مصري ظلت هذه الاحداث وحال هذا الهجوم الذي تعرض له ابرياء سقطوا نتيجه لقيادة الدوله وقيادة اجهزه الامن والنظام وقيادة السلطات الاقليميه. اشكرك المحلل السياسي الاستاذ عباس محمد صالح، كنت معي عبر الهاتف. أقر مجلس الأمن والدفاع استخدام القوة واعتماد إرسال قوات من المركز بصورة عاجلة لجميع مواقع الأحداث الولاية لإعادة الأمن والطمأنينة. وتأتي قرارات مجلس الأمن والدفاع في خطوة تصعيدية لمواجهة التوترات ببعض الولايات نجمت عن رفض قطاعات واسعة من المواطنين للولاء الجدد، بالإضافة إلى النزاعات القبلية المسلحة. اعتقل دكتور أسامة ري الصهر القيادي في النظام السابق لبروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ذلك عقب ذهابه للاستفسار عن صهره في معتقله. الجدير بالذكر أنه تم اعتقال بروفيسور إبراهيم عمر أمس الأحد من منزله، ذلك عقب مشاركته في مظاهرات جمعة الغضب الرافضة للتعديلات على القوانين المتعلقة بالخمور والدعارة. دعت الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو إلى إلغاء القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية والعودة لقوانين 1974 لحين سن قوانين جديدة. أقال عبد العزيز الحلو في كلمة له أثناء توقيع الإعلان السياسي مع تجمع المهنيين بمدينة جوبا إن الحركة تثمن الخطوة التي قام بها وزير العدل فيما يتعلق بتعديل القوانين حتى تتوافق مع الوثيقة الدستورية. أضاف أن مثل هذه التعديلات لا تعالج مسألة الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، مما يتوجب إلغاء كل القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية وسن قوانين جديدة لحين صياغة القوانين الجديدة الرجوع لقوانين 1974. قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي بالإنابة بشير آدم رحمة إن قوى الحرية والتغيير تفرقت وتفككت. أوضح الأمين العام خلال مؤتمر صحفي أن مغادرة حزب الأمة من قوى التغيير وخروج تجمع المهنيين فضلا عن الملاحظات العديدة يؤكد أن قوى الحرية والتغيير انتهت، وأن الحكومة الآن بلا غطاء على حاضنة سياسية. وهاجم آدم رحمة التعديلات الدستورية التي أجرتها الحكومة مؤخرا واتهمها بالانقياد الأعمى للغرب، مبينا أن عدد غير المسلمين بالسودان لا يتجاوز 3%. أشار إلى أن الحكومة التي جاءت من أجل العمل على وحدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية
ساهمت في حالة انقسام رهيبة في المجتمع. وبشأن الولاة قال آدم رحمة: إن الأوضاع بالولاية خرجت عن السيطرة على الأقل في كسلة وكادقلي شمال كردفان ونهر النيل. أعلن تجمع أبناء ولاية شمال كردفان رفضهم لترشيح خالد مصطفى واليا للولاية لضعف سيرته الذاتية وعدم تجربته في مجال العمل العام أو إدارة المرافق الحكومية، فيما دفع التجمع بثلاثة أسماء جديدة وهم الدكتور مضوي إبراهيم مضوي والفريق شرطة محمد عثمان نور والمستشار موسى أحمد مروح. وأوضح التجمع أن جميع الكيانات السياسية والاجتماعية والمهنية بالولاية اجتمعت على رفض الطريقة التي تم بها اختيار الوالي من قبل قوى الحرية والتغيير دون الرجوع لأصحاب المصلحة. أكدت إدارة عمليات الري بوزارة الري والموارد المائية انسياب المياه بالمشاريع القومية الأربعة: الجزيرة، حلف الجديدة، السوكي والرهد بصورة جيدة. وشكت من ارتفاع حجم التعدي على الأبواب والمنظمات المائية بالإضافة إلى تدوين 75 بلاغة تعد على مشروع الجزيرة معظمها في جنوب الجزيرة. بدوره قال مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء المهندس محمد هارون: إن التعديات على الأبواب ومنظمات الري لا تزال مستمرة، وأشار إلى نزع 13 بابا خلال الأسبوع الماضي من قبل مجهولين بقسمي عبد الماجد والقرشي. نظم عمال نظافة ولاية الخرطوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم. وقال أمين نظافة مشروع ولاية الخرطوم محمد موسى: إن مطالبهم تتمثل في صرف المرتبات وزيادتها والهيكلة وفقا لمنشور شؤون الخدمة. أضاف موسى بأن من مطالبهم التي تتمثل بإدماجهم في خدمة التأمين الصحي والاجتماعي، ونوه إلى أنهم كانوا يعملون في ظروف جائحة كورونا بدون كمامات أو قفازات أو غيرها من الاحترازات الصحية. نشرت وزارة التربية والتعليم في السودان جدول امتحانات الشهادة السودانية لعام 2020، وكانت الوزارة قد حددت يوم 13 من سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية على أن تنتهي في يوم 24 من ذات الشهر. ويبلغ عدد الطلبة الذين يستعدون لتقديم امتحانات الشهادة الثانوية السودانية التي تتيح لهم الدخول للجامعات لهذا العام نحو 541 ألف طالب وطالبة. الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أجلت في 30 من مارس الماضي امتحانات الشهادة السودانية حتى إشعار آخر في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السودان أن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم الخميس الموافق للثلاثين من يوليو 2020 وحتى الاثنين الثالث من أغسطس. وأكدت الأمانة أن مزاولة العمل ستبدأ صبيحة يوم الثلاثاء الموافق للرابع من أغسطس وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية بالدولة. أقال إعلام مجلس الوزارة في تعميم صحفي إن محافظ بنك السودان المركزي سيصدر منشورا لتنظيم العمل في قطاع المصارف أثناء العطلة. ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان أنه من المتوقع هطول أمطار خلال الأسبوع الجاري في عدد من الولايات المختلفة بالبلاد. أوضحت الهيئة في بيان صادر اليوم أن الولايات كل من كسلا والقضارف وسنار والنيل الأزرق ودارفور الكبرى جنوب وغرب كردفان ستشهد أمطارا غزيرة. أشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة في الجزيرة شمال كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، فيما ستكون متوسطة في الأجزاء الجنوبية من ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وخفيفة في الولاية الشمالية والأجزاء الشمالية من ولاية نهر النيل. نهاية نشرة هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. حميتي يقول إن هناك مجموعات معروفة تسعى لتدمير الاقتصاد، ويتهم الخرطوم بأنها سبب دمار البلاد.
70 قتيلا وعشرات الجرحى بهجوم مسلع على منطقة مسيرتي غرب دارفور. والأمم المتحدة تقول إنها تلقت بلاغات قبل الهجوم. حكومة قحط تواصل الاعتقالات التعسفية بحق المعارضين، والحلو يطالب بإلغاء كافة القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية. شكرا لطيب المتابعة، نترككم الآن مع جولة الصحافة وأحوال الطقس وأسعار العملات، وإلى اللقاء.